السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم مع بعض على موضوع الانفلاميشنز اوف لارينكس، بس يعني في مقدمة كده عايز أوضحها الأول. اللارينكس شكله عامل إزاي عشان نفهم مع بعض، في بعض المصطلحات كده هتقابلنا في الانفلاميشن عايزين نفهمها. فتعالوا ناخد مقدمة مع بعض عن اللارينكس وتركيبه عامل إزاي الأول. بص معايا، اللارينكس ده عبارة عن مجموعة من الغضاريف. وشكله عامل إزاي أهي قدامنا، يعني هنا مثلا دي عندنا عظمه، ده المندبل فوق اهو، شايفينه منظره عامل ازاي. تحت المندبل في عندنا العظمه اسمها الهايد بون، ماشي. بعد كده دي منطقه اللارينكس، بعد كده التراكيه. اللارينكس عباره عن غضاريف زي ما احنا شايفين كده، في غضروف اسمه ثايرويد كارتريج اللي هو الكبير الضخم ده، عامل زي الدرع. فكلمه ثايرويد دي معناها درع، يعني الضخم الكبير ده. بعد كده في غضروف تاني اهو تحته كده. طبعا الثايرويد كارتريج لو تاخدوا بالكم مقفول من قدام ومن ورا مفتوح اهو، شايفين عامل ازاي منظره. لان ورا ده هو ده مدخل الهواء بتاع مين، بتاع اللارينكس نفسه. وطبعا يعتبر الثيرويد كارتريج ده يعتبر اكبر غضروف موجود فين، في اللارينكس. بعد كده في غضروف تاني تحت كده اسمه كريكويد كارتريج اللي هو ده، شايفينه اللي هو ده نهايه اللارينكس اصلا، فده اسمه الثيرويد وده اسمه الايه، الكريكويد. وبعد الكريكويد بيبدا التراكيه بقى، يعني هنا من هنا دي اللي هي الايه، التراكيه. يعني التراكيه بتبدا من نهايه مين، من نهايه اللارينكس كده من تحت. طيب وبعدين في عندنا ورا كده في الغضروف ده، شايفينه ده اسمه الايبيجلوتس. نشوف واحد رسمه تانية عشان برضو ايه تبقى اوضح من دي شويه. اها تمام، في غضروف كده ورا كده اللي هو عامل زي ورقه الشجر ده اسمه ايبيجلوتس. هقول لكم ليه سمينا الاسم ده دلوقتي. يبقى تاني كده ده اسمه ثايرويد كارتليج، او شايفين منظر عامل ازاي. احنا كده باصين من قدام، ده كده كده من الجنب كده من ورا، ماشي. فده كل ده اسمه الثايرويد ايه، كارتليج. وده اسمه الكريكويد كارتليج. وبعدين ده اسمه ايبيجلوتس، او احنا بنسميه لسان المزمار اللي هو ده اسمه الايه، الايبيجلوتس، عامل زي ورقه الايه، الشجر كده، تمام. طيب وبعدين في عندنا ورا كده على الكريكويد كارتليج في عندنا الغضروف ده اسمه اريتينويد، ايه، اريتينويد كارتليج. طبعا في غضروف صغيره، يعني ايه، في لما ناخد الاناتوم بتاعها بنفهم حاجه اسمها كورنيكوليتوك يونيفورم، بس يعني ايه ده الاهم عندي دلوقتي. الثايرويد ده الثايرويد كارتليج ده، وبعدين ده الكريكويد كارتليج اللي هو عامل زي الدايره الحلقه ده، ماشي. ولو تلاحظوا ان الكريكويد قدام رفيع ومن ورا تخين كده. وبعدين ده اسمه الايه، الابيجلوتس. وبعدين جوه كده عندنا في حاجه اسمها الاحبال الصوتيه، شايفين عامل ازاي اللي هم دول شايفين عامل ازاي، ماسكين كده من اول الاريتينويد كارتليج للثايرويد كارتليج قدام هنا كده. ده اسمها الاحبال الايه، الصوتيه، او اسمها الفوكال كوردز. ما اسمها يا اخوان، ها، فوكال كوردز. طيب نشوف برضو منظر تاني اوضح من كده شويه عشان برضو نتخيل الاحبال الصوتيه ديت كده عامله ازاي وايه القصه بتاعتها. يعني بصوا معايا المنظر ده. فهنا المنظر اللي فات كان عباره عن لارينكس ما فيهوش اي ميوكوس ممبرين، عباره عن غضاريف بس. طبعا اللارينكس ده من جوه فيه ميوكوس ممبرين موجود جوه، فتيجي تشوف الشكل من جوه عامل ازاي اهو. هنبص من ورا، ده اللارينكس اهو، شايفين منظره. فين الاحبال الصوتيه دي اللي هم جوه دول، شايفينهم دول فين هم اهو، دول ادي حبل اهو وادي التاني، ومتغطين بميوكوس ميمبرين. يعني ده عباره عن ميوكوس ميمبرين، وانا جيتشت الميوكوس ميمبرين ده كده خالص اهو. بص المنظر عامل ازاي اهو، كده ظهر عندي مين هنا، الاحبال الايه، الصوتيه، ماشي. طيب تعال نبص على المنظر برضو ايه بطريقه تانية. احنا قلنا ده طبعا مين هنا، ده اللي هو الايه، الابيجلوتس. وفي ميوكوس ميمبرين مغطي مين، مغطي الابيجلوتس. هو فعليا اقول لكم حاجه، الميوكوس ميمبرين مبطن كل المنظر ده، انا بس سايب حته بس على الاحبال الصوتيه اللي هم دول، وسايب حتى على مين، على الابيجلوتس. طب المنظر كله على بعضه بقى لما يكون اللارينكس كله متغطي بميوكوس ممبرين شكله عامل ازاي. بص المنظر عامل ازاي هنا بالشكل ده، ادي اللارينكس هو قدامنا تاني، ركزوا كويس الحته دي. ده اللي هو الثايرويد كارتليج، ده اللي هو الكريكويد كارتليج، ماشي. فين بقى احنا كده باصين من قدام، طبعا دي التراكيه اهي، النهايه تحت اهي. فين الابيجلوتس اهو، جوه ده طبعا عشان الهايد بون في الايه، في الموديل ده. طبعا بص كده من ورا المنظر عامل ازاي اهو، ايه ده كل ده، ده عباره عن الميوكوس ممبرين اللي هو عامل تجويف الايه، مبطن اللاركس من جوه. شوف المنظر عامل ازاي يا اخوانا اهو، ده اللي هو الايه، فين الابيجلوتس، ما هو ده الابيجلوتس اه، شايفينه. بس ده عليه ميوكوس ايه، ممبرين من جوه كده، شايفين منظره عامل ازاي ده. تعالى هنا كده الناحيه دي، ماشي. طيب يبقى ده الابيجلوتس، ماشي. تيجي بص فين الاحبال الصوتيه جوه، اهي شايفينها دول اهو، تحت اللي هم الحاجات دي، الخط ده والخط ده، هم دول ايه، الاحبال الايه، الصوتيه. طب اتحركوا ازاي؟ طبعا كل الاحبال الصوتيه متغطيه بميوكوس ممبرين، بتقرب من بعضها وتبعد، تقرب وتبعد من بعضها، ماشي. هفرجكم دلوقتي على فيديو ليها ازاي بتشتغل الاحبال الايه، الصوتيه دي، تمام. طيب ف
يعني الكلام بيعمل ازاي؟ الاحبال الصوتيه تقرب من بعضها، طبعا الهواء يطلع من ايه، يجي من الرئه، من التراكيه، يعدي كده وهو طالع، يبدا الاحبال الصوتيه تقرب من بعضها، تعمل زي فايبريشن كده، يدي الايه النبره بتاع الصوت. هو ده الايه، الاحبال الصوتيه. فرقوا عليها دلوقتي. طيب حاجه دي، يبقى ده التوجيه بتاع اللارينكس. طب انا عايز اخد ايه سيكشن كده في قلب الايه اللارينكس واتفرج عليه عامل ازاي. بص معايا الاول، بص هقول لكم حاجه، انا هوريكم سيكشن كده في اللارينكس من غير الاحبال الصوتيه، من غير الميوكوس مبرين، ماشي، وسيكشن بالميوكوس مبرين، افرقوا عليهم دلوقتي. بص، فبص انا دلوقتي عملت ايه في اللارينكس ده، شلت كل الميوكوس مبرين، وهقطع ازاي، هقطع كده بالطول كده، بصوا بالمنظر ده، وبص من الجنب هيبقى الشكل عامل ازاي، او يعني بصوا الشكل عامل ازاي هنا كده في المقطع ده كده، هنا مثلا ده ايه اللارينكس تحت اهو، ده اسمه الثايرويد كارتليج، وده الكريكوت كارتليج، المفروض جوه في هنا مين هنا، ده الايه، ده الابيجلوتس. طبعا ده مقطع بالميوكوس مبرين كامل قدامي كده اهو، شايفينه. انا عايز بقى اشيل كل الميوكوس مبرين ده واتفرج على المنظر عامل ازاي، هيبقى الشكل عامل كده اهو، بص المنظر يا اخوانا اهو، هنا بقى ده اللي هو الايه الثايرويد كارتليج اللي قدامنا ده، ده الثايرويد مقطوع اهو، ده ماشي، ده الكريكوت كارتليج اهو، وده اللي اسمه الاريتينويد كارتليج، وده بقى اللي ايه اللي اسمه لسان المزمار، او اسمه الايه الابيجلوتس اللي هو ده، خلاص ماشي. وده الايه احد الاحبال الصوتيه، انا طبعا قطع في النص فبين واحد بس، ماشي. طبعا مفيش اي ميوكوس ميمبرين موجود ايه، موجود في المنطقه دي. طيب لو انا بقى حطيت الميوكوس ميمبرين هيبقى الشكل عامل ازاي، احنا كده شفنا الغضاريف اهي من غير اي ميوكوس ايه ميمبرين، تعال نتفرج بقى لما نحط الميوكوس ميمبرين الشكل يبقى عامل ازاي. بص، فلما جيت احط الميوكوس ميمبرين، او بقى حطيت المنظر بالكامل كده، خلي بالكوا تاني اهو، ماشي، تعال نشوف الصوره دي، ده اللي هو ده الثايرويد كارترج مقطوع من قدام، طبعا مفتوح ماشي، وده اللي هو الكريكويد، ودي التراكيه، عشان تجيب الصوره هات من التراكيه من تحت كده، بصوا الشكل عامل ازاي، ادي التراكيه شايفينها دي، وبعدين نطلع فوق بقى كده، ده الكريكوت كارتليج اهو مقطوع اهو ده، وده الثايرويد كارتليج ماشي، طبعا من بره مفتوح، وده اللي هو الايه الابيجلوتس بالمنظر ده كده، خلاص. هنا بقى حط يعني غطيته كله بميوكوس مبرين، فين بقى الاحبال الصوتيه اللي هم دول ماشي، في عندك طبعا الاحبال الصوتيه عامله فولد كده، شايفينها بارزه من الميوكوس مبرين ماشي، ده اللي هو اسمه الفوكال كورد، او بنسميه ترو فوكال كورد ماشي. وفي عندنا كده فوق فولد تانية، يعني اللي تحت في عندنا فولدين اهم، قرب الصوره شويه كده اهم، دول واحده فوق وواحده تحت، طبعا في زمان الناحيه التانيه، اللي تحت دول اسمهم الترو فوكال كورد، هم دول اللي بيتحركوا وبيعملوا فايبريشن مع بعض، في اتنين تانيين فوق كده دول، طبعا ده والناحيه التانيه اللي متشاله، ده اسمه فولس فوكال كورد، اسمه كده، اسمه كده الفولس فوكال كورد، او ليه اسم تاني فيستيبولار ايه فولد، ماشي، خلينا بالاسم ده فولس فوكال ايه كورد. ليه سميناه كده يا عم؟ قال لك عشان ما بيتحركش، بيبقى ثابت كده في مكانه ماشي، بس شبه مين؟ شبه الفوكال ايه كورد. يعني دلوقتي في فوق فولس فوكال كورد، وتحت حاجه اسمها ترو فوكال كورد، اللي بيتحرك هو مين؟ هو الترو ده، تمام. طيب نيجي بقى هنا كده، فين اللسان المزمار يا عم الحاج؟ هو ده اسمه الايه، ده الابيجلوتس، هو فوق ده، ده اسمه الابيجلوتس ماشي. طيب فين التراكيه؟ التراكيه تحت اهي، وبعد كده بعد التراكيه بقى في الشعب الهوائيه والرئه، ايه رئه تحت بعد كده. طب هو احنا بنتنفس ازاي والهواء بيدخل ازاي اصلا؟ الهواء بيجي من النوز هنا كده فوق اهو، تعال نشوف الدايركشن بتاع الاير، بيجي من النوز كده يخش على مين؟ على الفارنكس، طبعا ده النيزو فارنكس، بعد كده من النيزو فارنكس يروح على الاورو فارنكس اللي هو ده، وبعدين لارنجو فارنكس، ويخش على اللارنكس كده بالمنظر ده، يعني اللارنكس اللارنكس مفتوح من ورا عشان يخش فيه الايه الهواء، فده بيسموه الانلت او مدخل الايه اللارنكس اللي هو الجزء اللي ورا ده. فالهواء بيجي ازاي تاني؟ بيجي من النوز كده يخش على النيزو فارنكس، نيزو فارنكس اورو فارنكس لارنجو فارنكس، ويخش على الايه على اللارنكس، بعد كده يكمل على التراكيه منين؟ من تحت، خلاص كده. طبعا الهواء بيتشفط، هي بتشفط الايه الهواء وتدخله على الايه على اللارنكس ماشي. طيب فدلوقتي بقى الحته دي كده بنسميها مدخل اللارنكس، او الانلت بتاع مين؟ اللارنكس. الهواء بيدخل منين؟ من ورا هنا كده، يعني لو جيت تبص على على الموديل ده هنا كده، بصوا يعني المدخل بتاع اللارنكس ده من ظهره من ورا ماشي، احنا كده ايه من قدام اهو، طبعا لو جيت تبص من قدام مقفول ما فيهوش حاجه، الهواء هيخش منين هنا؟ طبعا من هنا دي التراكيه، انا عايز ادخل الهواء التراكيه، فادخل الهواء منين؟ من ورا هنا كده، فيسمى الحته دي الانلت، او مدخل الايه الهواء بتاع مين؟ بتاع اللاركس. طب هرجع تاني للمقطع ده نبص على حاجه معينه، بصوا هنا كده الصوره اهي تاني، بص
هجيبها تاني وايه وايه ونقسم اللارجز ده. بص يا اخوان، مبدئيا احنا يهمني في الموضوع ده كله ان ده مدخل الهواء ودي الاحبال الصوتيه، خلاص كده هم دول، ده والنص اللي احنا شايلينه او في الموديل ده. بص اهو شايفين عامل انذاره، طبعا ده نص لارينكس، في نص متشال هنا، ده الاحبال الصوتيه الحقيقيه او اسمها ترو فوكال كوردز، ودي اسمها الفولس فوكال ايه كوردز. وهنا مدخل الايه الهواء، يعني الهواء بيجي ازاي من ورا؟ بيجي من عند النوز من فوق على الفارينكس على اللارينكس وبعدين على التراكيه، خلاص. فده اسمه الانلت اوف ايه اوف لارينكس، ودي التراكيه تحت. فاحنا لو جينا نبص هنا اللارينكس الكافيتي بتاعه متقسم كالاتي: فوكال كوردز، فوكال كوردز بنسميهم جلوتس. الفوكال كورد اسمه ايه؟ ها اسمه جلوتس، اسمه كده خلاص. طيب تحت الفوكال كورد يبقى انفرا، طب حاجه لها علاقه بالجلوتس يبقى جلوتيك، ماشي. يبقى فوكال كورد جلوتس ليها علاقه بالفوكال كورد يبقى جلوتيك. فلما اقول لك الجلوتيك ريجون يبقى الفوكال كورد نفسه، المنطقه بتاعت مين؟ الفوكال كورد. طب سوبرا جلوتيك ريجون يبقى المنطقه اللي فوق الفوكال كورد، الحته دي اسمها السوبرا جلوتيك ايه ريجون، او بيسموا المنطقه اللي فوق دي القمع بتاع اللارينكس، او اسمها الحته اللي فوق دي اسمها في الكافيتي اسمها الفيستيبيول، ماشي. طب ده الفوكال كورد، تحت الفوكال كورد يبقى المنطقه اسمها ايه؟ اسمها يبقى دي اسمها فيستيبيول او السوبرا جلوتيك ريجون، ماشي. ودي اسمها الانفرا جلوتيك ريجون. انا عارف بيقول لك في الاطفال مثلا في التهابات اللارينكس، ماشي، بيقول لك بيحصل ايديما ماكسيمم وكتير قوي فين؟ في الانفرا جلوتيك ايه؟ في الانفرا جلوتيك ريجون. هي دي اسمها الانفرا جلوتيك ريجون، يعني تحت الاحبال الايه الصوتيه. سوبرا جلوتيك ريجون هي فوق الاحبال الصوتيه، او منطقه بنسميها الايه الفيستيبيول بتاع مين؟ بتاع اللارينكس. طبعا ده مدخل الايه اللارينكس اصلا، وده اسمه قلنا مين؟ ده اسمه لسان الايه المزمار، ده اسمه لسان الايه المزمار، او اسمه ايبيجلوتس. طب احنا بقى ليه سميناه ايبيجلوتس؟ افهم بقى مين ده هنا؟ ما ده الجلوتس وده فوقه، صح؟ يبقى الكارتريج اللي فوق الجلوتس ايبيجلوتس، اسمه كده خلاص، اي بي ايه جلوتس. طب يعني ايه ثايرويد كارتريج؟ يعني درع. ما انت لو تيجي تبص على المنظر هنا عامل ازاي اهو، ماشي، احنا خلاص كده فهمنا ده اسمه ايه، قلنا ده الجلوتس وده فوق الجلوتس، خلاص ايبيجلوتس، خلاص كده الغضروف اللي فوق الجلوتس. طب تعال نبص هنا بقى، ده اسمه البتاع ده اسمه ثايرويد كارتريج. يعني ايه ثايرويد كارتريج؟ يعني درع، ما هو عامل زي الدروع كده، مقفول من قدام مفتوح من ورا، تمام. طب ايه اللي تحت اسمه ايه؟ اسمه كريكويد. يعني ايه كريكويد؟ يعني دايره، رينج يعني سيركولر كارتريج، خلاص هو فعلا سيركولر عامل زي الخاتم كده، خلاص. ده بالنسبه لمين؟ يعني معلومات عامه كده عن الغضاريف بتاعت اللارينكس وشكله عامل ازاي، وفهمنا التجويف ومدخل الهواء عامل ازاي، ماشي. طيب كلام جميل قوي. حاجه ثانيه برضو عايزين نفهمها، هو الاحبال الصوتيه دي بتبان ازاي؟ يعني بنشوفها ازاي؟ بص معايا، احنا عشان نشوف الاحبال الصوتيه دي بنشوفها بحاجه اسمها اللارينجوسكوب، ماشي. اللارينجوسكوب شكله ايه اللارينجوسكوب ده؟ بص معايا هو ده اللارينجوسكوب، فده بيسموه ريجيد لارينجوسكوب، ماشي. بص شكله عامل ازاي منظره. طب ده بيستخدموه ازاي ده؟ طبعا هو بص عامل ازاي، في البليد بتاعه ده ودي الهاندل او ده اليد بتاعته، وده اللي هو اللي بيخش جوه بق العيان ويوصل لحد الحنجره، وفي زي مصدر ضوئي كده عشان نشوف بيه الايه فيجواليزيشن او ينور عندي الايه منطقه اللارينكس. هفركز دلوقتي بيدخلوه ازاي، والصوره اللي احنا بنشوفها ايه في اللارينكس عامل ازاي. بص يا اخوانا، طبعا هو هنا الفيديو ده خاص بتركيب حاجه اسمها الانابيب الحنجريه، ماشي، او التيوب. انا انت سمعت طبعا موضوع كورونا والناس اللي بيجي لهم مشكله في الرئه، فبيحط انبوبه كده ايه عشان يتنفس من خلالها بجهاز تنفس صناعي. فعشان يدخل الانبوبه دي بيستخدم البتاع ده اللي اسمه الايه اللارينجوسكوب ده. تعال نشوف بيدخلوا بيحطوا ازاي في بق في اللارينكس بتاع العيان ده. بص المنظر، بص هنا اللي احنا شايفينه المنظر ده كده. استنى دي واحده اروح عليها سين كده، دي واحده. بص فبص احنا لما حطينا اللارينجوسكوب ده وبصينا من فوق، طبعا هنا مين ده؟ الطنج، مش كده؟ احنا حطينا جوه كده ونبص كده، بص يا اخوانا كده من فوق كده هنا، وهنشوف مين اللارينكس. طبعا خلي بالكوا لما هبص البتاع ده الايبيجلوتس، فين الاحبال الصوتيه؟ جوه دول، ماشي. اهو بص اتاكدوا كده، نتاكد المنظر، احنا هنخش في بق العيان كده بالايه بالمنظار ده، وهنبص من فوق كده هنا، ماشي كده. فهنشوف مين الاحبال ده اللي اسمه لسان المزمار، اللي هو ده اسمه الايبيجلوتس، اللي هو ده، ودي الاحبال اللي ايه الصوتيه. نتاكد بس ان هم فعلا دول، اهو بصوا اهو، ده اللي هو مين ده هنا؟
الابيجلوتس، ودي اللي هي الايه الاحبال الايه الصوتيه. برضو منظر تاني اكثر واقعيه شويه، ده الموديل نضيف قوي. بص المنظر عامل ازاي، هنبص من فوق كده 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 اهو. فتبص من فوق هتشوف ايه، بصوا كده هنا، شايف مين دلوقتي هنا؟ ده الابيجلوتس ماشي، ومين دول؟ اللي هي الاحبال الايه الصوتيه. بص المنظر تقرب من بعضها كده، وخلي العين يبدا يتكلم. اتكلم كده وايه وبتاع، شوف المنظر عامل ازاي. تعال نشوف الفيديو ده. بص يا اخوانا اهو، احنا باصين من فوق اهو دلوقتي، دخلنا بالمنظار وبنتفرج. ده مين بقى هنا؟ ده الابيجلوتس اهو، شايفين المنظر عامل ازاي؟ تمام. ودي الاحبال اللي الصوتيه جوه اهي، اللي هم دول. فتعال نشوف كده ايه هم بيتحركوا، وخلي طبعا يتكلم ونسمع الايه، ونشوف الاحبال الصوتيه عامله ازاي. شايفينها عامله ازاي؟ شوف سبحان الله، شوف الفايبريشن بتاعها بتقرب من بعضها كده ايه اثناء الكلام اهي. بص هنسمع الصوت بس حتى كده اهو. بص المنظر اهو. طبعا هو عشان يشوف الفانكشن بتاعته، الاحبال الصوتيه شغاله كويس، بيقربوا من بعض كويس ويبعدوا عن بعض ولا لا. ماشي، ده بالنسبه للايه ده منظر الفوكال كورد وهي بايه اسمها. طبعا دي سليم، ما فيهاش حاجه خالص، دي نورمال، ما فيهاش اي مشكله ايه خالص نهائي، ولا في احتقان ولا في التهاب ولا في اي حاجه. احنا بنتفرج بس دلوقتي على ايه، على النورمال. خلاص بقى كتم بقى. بص معايا كده تمام. طيب ماشي، ده بالنسبه للايه لمنظر الاحبال الايه الصوتيه. طيب تمام، كلام جميل. في طريقه تانية برضو بنشوف بيها الاحبال الصوتيه دي، احنا شفنا كده الايه اللي هو الريجيد لارينجوسكوب، اللي هو اللي متعارف عليه دايما بتوع التخدير بيستخدموه، العنايه المركزه والجماعه دول ماشي. طبعا اكتر بيستعملوا بتوع التخدير طبعا، ده شغلتهم الاساسيه يعني. في بقى حاجه اسمها فليكسيبل لارينجوسكوب، ده حاجه بكاميرا كده وحاجه محترمه قوي، تفرجوا عليه برضو. شوف الدكتور بتاع الانف اوزن ده، طبعا هو بيفرجني، هو ده الفليكسيبل لارينجوسكوب، عامل زي الحبل الرفيع كده ماشي تمام. طبعا هو يدخله في مناخيره الاول. منظر عامل ازاي، هيخش في مناخيره. طبعا هو الموضوع مقرف شويه معلش، فنكمل كده ايه، نشوف هيكمل مناخيره لحد ايه اللارنكس بتاعه. بص المنظر اهو، نبدا نقرب منين. دخل يا عم، خلصنا يا عم. بيقرب منين؟ من اللارنكس اهو اهو. بص اهو، شايفين المنظر عامل زي ده، لسان مزمره جوه اهو ماشي، هو اصلا بيتكلم. بص تعال نسمع كده، بيقول بال اهو، ادي الابيجلوتس ودي الاحبال الصوتيه جوه، شايفين عامله ازاي؟ دول اهو، دول اهي. So the vocal cords obviously come together when we speak. When we عشان تتكلم اصلا بيقرب الاحبال الصوتيه من بعضها وتعمل فايبريشن كده ايه مع بعضها، ده اللي بيسموه اللي هو الفليكسيبل ايه لارينجو ايه لارينجوسكوب ماشي. برضه يعني دي الطريقه اللي احنا ايه، دي طريقتين بنشوف بيهم الاحبال الصوتيه، وبنشوف بيهم اللارينكس لو في جماعه اورام او في كونجيشن او في اي حاجه، بالطريقتين دول، يا اما بالريجيد لارينجوسكوب او بالفليكسيبل ايه لارينجو ايه سكوب. طبعا بيبقى غالي شويه، ده محتاج كاميرا ومصدر ضوئي وكده حاجات كده وشاشات وبتاع، انما التاني رخيص قوي يعني، مش رخيص قوي يعني، بس يعني ايه يعني كسعرا افضل من ده شويه، ارخص من ده شويه، وايه وهو الموست كومن في وسط الايه الدكاتره. طب ده بالنسبه للايه ازاي احنا بنشوف الايه الاحبال الصوتيه، وازاي بنشوف الايه اللارينكس. في برضه مشكله تانية عايزين ايه نتكلم عنها كده هنا. طب اللارينكس ساعات بيحصل فيه، او الاير واي عموما ساعات بيحصل فيه بعض المشاكل. ايه هي المشاكل دي؟ بصوا هنا، احنا دلوقتي لما جينا نتكلم على اللارينكس اهو تاني، في عندنا الاحبال الصوتيه خلاص كده. طيب لو اللارينكس ده ضيق بقى، ضيق الهواء هيبقى فيه مقاومه، هو بيعدي صح كده. طيب حاجه تانية، كان في عندنا هنا لو تفتكروا ده النوز، وبعد كده ده النيزو فارينكس. طبعا في هنا حاجه اسمها الادينويد، فاكرينها دي؟ اللحميه. اللحميه دي لو كبرت هتضايق الممر الهوائي صح كده تمام. طيب بعد كده دي القصبه الهوائيه، وبعد كده في حاجه اسمها الشعب الهوائيه ماشي. طب الشعب الهوائيه لو ضاقت هيحصل مشكله ثالثه. فاحنا دلوقتي عندنا ثلاث مشاكل، ايه هي؟ واحنا لما نيجي نتنفس الهواء بيخش منين؟ بيخش من النوز تمام كده اهو. تمام، اول ممر بيعدي منه بعد النوز اللي هو الفارينكس ده. طيب اول مشكله ممكن تحصل مقاومه للهواء، بتضايق ممر الهواء اللي هي الادينويد، لما تكبر اللحميه لما تكبر بتضايق ممر الايه الهواء ده ماشي. ويجي العيان ده بيجي ينام بيعمل صوت وهو نايم ماشي. طب لما الهواء، لما البالت مع السوفت بالت مع الادينويد بيضيقوا الممر الهوائي ماشي، طبعا في تضخم في اللحميه، الصوت ده بنسميه ايه؟ اللي بنسميه سنورينج، الشخير ماشي. ادي اول صوت ماشي. طيب تعال ننزل بقى تحت هنا كده اللارينكس، لو حصل اديمه في اللارينكس وداء اللارينكس ماشي، اللارينكس بقى ضيق ماشي.
طبعا ده كومن قوي في الاطفال الصغيرين، الموضوع اللي هو ان اللارنكس دي لانه بقى سوفت قوي في الاطفال الصغيرين يعني، وسهل قوي ان هو اي اديمه في اللارنكس في الطفل الصغير ده على طول وتقفله ماشي. طيب الصوت الاختناق ده اللي بيحصل بيسموه ايه؟ اسمه سترايدور. اسمه اخواني ها سترايدور. يبقى السترايدور ده لما بيحصل ضيق فين ها؟ في اللارنكس. السنورنج ده لو حصل ضيق في المنطقه بتاعت مين؟ بتاع الايه؟ بتاع الفارنكس فوق او النيزو فارنكس فوق. طيب لو الشعب الهوائيه تحت بقى يعني بعد التراكيه في شعب هوائيه ضاقت بيعمل حاجه اسمها ديسنيا، او الصوت في الكلينيكال بنسميه شيست ويز، او صدره بيزيق. صدره ايه؟ بيزيق، اسمها كده. يبقى انا عندي في ثلاث اصوات مهمين جدا، او في ثلاث حاجات ايه مصطلحات هنتكلم عنه او يعني ايه اعرفهم عشان ما نبدا في الايه في الجزء الكلينيكال ده. في سنورنج ماشي، ايه سنورنج ده؟ اللي هو الايه الشخير يعني. سترايدور اللي هو صوت الاختناق بتاع مين؟ بتاع اللارينكس ماشي، ده مشكله في اللارينكس. ما تجيش تقول لي في اللارينكس سنورنج، غلط طبعا ماشي. حاجه ده اللارينكس ده يبقى اسمه سترايدور، تمام كده. طب الشعب الهوائيه دهت ما اسمهاش بقى سنورنج ولا سترايدور، اسمها هنا بقى ايه؟ شيستويز، او اسمها ديسنيا، ضيق في الشعب الايه الهوائيه. لو واحد عنده مثلا ايه نزله شعبيه ولا بتاع، او مثلا عنده ربو ولا الكلام ده كله، بيقول له بيعمل حاجه اسمها ايه؟ شيستويز. تعال بس ان نفرق بين الاصوات بتاعتهم، السنورنج والسترايدل والشيستويز دول عاملين ازاي. بصوا كده المنظر. طبعا السترايدل ده كومن قوي في الاطفال الصغيرين، لان هو اللارنكس بتاعهم بيبقى صغير وبيبقى السوفت خالص، فاي اديمه بتحصل فيه بتروح سد الايه او قافله الايه اللارنكس. تعال كده ايه نسمع صوت طبعا اهم حاجه، اول حاجه اللي هو السنورنج طبعا، يعني ده يعني ما حدش يعني يخفى على حد فيكم. يا سلام، شده محترمه هي ماشي كلام، ده اسمه الايه ها؟ السنورنج. خلاص الصوت ده خاص بمين ها؟ بالفارنكس او بالنيزو ايه فارنكس، المنطقه بتاعت مين؟ بتاعت الايه اللي هي المنطقه بتاعت الادينويد دي. تعال بقى نسمع نشوف العيل الصغير ده عنده سترايدور، بص منظره عامل ازاي. اهو بص صوت التنفس بتاعه صعب جدا. ماشي، بياخد نفسه بصعوبة جدا، عنده مشكلة فين؟ في اللارينكس. الطفل الصغير ده نشوف برضو بطريقة تانية أحسن. بصوا كده هنا ماشي يا اخوانا، بصوا كده هنا. هنا في مشكلة في اللارينكس، مش عارف يتنفس، ده اسمه سترايدور ماشي. طبعا ساعات الاسترايد ده بيبقى سيفير قوي بقى لدرجه انه ممكن يقفل لك اللارنكس ويعمل اختناق، ففي الحاله دي بنضطر نفتح الايه اللارنكس ونعمل حاجه اسمها تراكيوستومي، زي ما هنعرفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع مين؟ بتاع الجزء اللي هو اللارنجايتس ده ماشي. ده اسمه سترايدور. نيجي بقى على الايه الشيست ويزي، نحط السماعه على صدر العيان كده او صدر الطفل او الراجل الكبير ده، نسمع تزييقه في صدره. ده بقى نحط السماعه على صدره بنسمع ايه عشان نسمع الويز ده بتاع البرونكاي ده. بص منظر عامل ازاي، انا برضو جاي في الصوت كان هنا اهو. طيب سامعين ده؟ لما تحط السماعه على صدر واحد تسمع الصوت ده، ده اسمه ايه؟ شيست ويز ماشي، او صدره ايه؟ بيزيق ماشي. هنا معناها ضيق في الشعب الايه الهوائيه ماشي. طيب ده بالنسبه للايه عموما الاصوات، او دي المشاكل اللي ممكن نشوفها في اللارينكس. ما تنسوش بقى ان ده الانلت بتاع اللارينكس، دي الاحبال الصوتيه، دي اسمها السوبرا جلوتيك ريجون، دي اسمها الانفرا جلوتيك ريجون. اللارينكس مكمل مع مين تحت هنا؟ مع التراكيه. فاضل حاجه بس صغيره بس كده بالنسبه لده، مين ده هنا؟ لسان المزمار. هو لسان المزمار ده ايه فايدته يعني؟ بيعمل ايه؟ هو ده اللي بيقفل مدخل الايه الاكل، بيقفل مدخل الهواء واحنا بنبلع. يعني المفروض البلع بيعمل ازاي؟ نبلع الاكل هنا كده من الماوث هنا كده، المفروض ينزل يروح على الفارنكس وبعدين يروح على الاسوفجس اللي هو ده. ليه ما بيدخلش في اللارنكس؟ تعالى اتفرج على المنظر ده، بصوا عامل ازاي، عشان برضو حتى ايه نفهمها برضو ايه هتفرق معاكم برضو شويه. بصوا هنا كده الشكل ده، هنا كده البلع بيحصل ازاي اهو. برضو بلاش البرنامج ده، بصوا هنا كده المنظر، ادي الاكل اهو بينزل، بصوا ادي لسان الايه المزمار قدامنا اهو، شايفينه بيقفل ازاي ويفتح تاني، يقفل مدخل اللارينكس اهو. ده لسان المزمار اهو شايفينه، يقفل
هو إلاستيك اللي هو الايه، عامل زي الشبشب كده. بص هو يقفل ويفتح ازاي، شوف الشكل ماشي، عشان يقفل مدخل اللارينكس ويفتح تاني، يقفل مدخل اللارينكس. اهو بص الاكل ينزل اهو، شايفينه قفل مدخل الايه اللارينكس اهو. طب ما بيشرق ازاي بقى؟ لو اللارينكس الابلوس ده مفتوح وانت بتتكلم وانت بتاكل ولا حاجه، يروح الاكل داخل في قلب الايه اللارينكس، ويحصل ريفلكس كده كحه عشان يطرد الايه الاكل اللي دخل في قلب الايه اللارينكس ده. بص المنظر عامل ازاي، الاكل دخل كده اهو ماشي تمام. بص بقى الفكره بتاعت الكحه عامله ازاي، لو في اي حاجه غريبه دخلت في قلب اللارينكس او في حتى مخاط متراكم هنا كده، بص بص المنظر عامل ازاي، يبدا بقى ايه يكح كحه شديده جدا عشان يطلع الايه الاكل ده. اه بمناسبه الكحه دي، الكافنج ده او الكوف دي ماشي، في منها نوعين، في كحه ناشفه وفي كحه ايه ببلغم زي سموها كده، في دراي كاف وفي ويت كاف او برودكتيف ايه كاف ماشي. طبعا انتوا بتسمعوا الكورونا والكحه الناشفه والحاجات دي كلها، برضو انت في عندنا مشاكل في الحنجره، هل ممكن تبقى كحه ناشفه ولا كحه ببلغم ولا بتاع، فبرضو تعال ايه نسمعكم صوت الكحه الناشفه عامله ازاي، والكحه اللي ببلغم دي او الكحه اللي هي الويت كاف دي عامله ازاي. بصوا عامله ازاي يا اخوانا هنا كده، يعني كحه ناشفه تبقى شكلها عامل كده او صوتها عامل كده. هنا مفيش اي حاجه بلغم، صوت ايه حاجه زي ميه كده في وسط سوائل في وسط الكحه نفسها. بص منظر تانية حلو، ده اسمها ايه دراي كوف حلو كده. طب البرودكتيف او الويت كوف عامله ازاي، بص بقى كده اه، تحس ان في حاجات كده ايه بتخرش في النص كده آه، حاجه في النص كده اهي، في مخاط بيطلع مع ايه مع الكحه دي، اسمها كحه ايه كحه ببلغم او كحه ايه برودكتيف كاف او ويت ايه او ويت كاف يعني. ماشي الدراي تاني اهي، دي اسمها كحه ايه ناشفه او دراي ايه دراي كوف، عشان دي برضه تقابلنا كتير في او هنا اسمها في الايه في الامراض بتاع اللارينكس اللي هي الايه الدراي كوف دي. طيب يعني ده دي كده بالنسبه للمقدمه عن الايه عن اللارينكس، والفيديو الجاي ان شاء الله نبقى نكلمكم عن الموضوع الايه الانفلاميشنز بتاعت مين بتاعت اللارينكس. والسلام عليكم ورحمه الله.